سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، اهلا بكم مرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده هنعمل حلقة خاصة عن كل المحاشي. المقادير كلها واحدة ما عدا الطماطم. ولكن هنعمل محشي طماطم، نعمل محشي ورق عنب، هنعمل كوسة، محشي كوسة، محشي بتنجان، محشي فلفل. هنعمل تشكيلة حلوة قوي جميلة. وايه الفرق بين المحشي والضلمة؟ الموضوع يختلف تماما. الضلمة بتبقى باردة بتعمل بالزيت، المحشي بتعمل بقى على زفر على دك البط على مش عارف ايه الكاسات دي كلها. تعال نشوف الاساسيات خالص الاول للمحشي، الاساسيات للمحشي. الخلطة بتاعتي بعد كده هبدأ احشي منها زي ما انا عايز زي ما انا عايز. ادي بصل، اهو ادي شوية توم، ما هنقول بقى طول بالك بقى. يبقى اول حاجة عندي البصل والتوم، ده الاساسي بتاع المحاشي. وهنقول دلوقتي واحنا بنركب مقاديرنا، دعمت البصلة كويس. يبقى عندي البولة هنا، نبص على مقاديرنا بقى. ادي بصل مع التوم. عايز اعمل محشي غير تقليدي. ادي فلفل اسود، جوز الطيب، كزبرة ناشفة، كمون، بهارات محشي، قرفة ناعمة، نعناع ناعم او نعناع مفروم او ناشف، زعتر، توابل، زعتر فريش او روزماري، شوية شطة، ادي ملح، عندي بقدونس، شبت، كزبرة خضراء. النعناع بقى بتاعي لازم اكسره، عندي نعناع ناشف ونعناع اخضر، بحبش زي ما انا عايز. ادي النعناع الاخضر هنكسره بس مش هنفرمه قوي يعني. صلى على النبي، حلو قوي كده. الله الله، الريحه جايه هايله هايله. يبقى كده حضراتكم دي ايه؟ بدايه التحابيش، بدايه التحابيش. نرجع تاني، عندي طماطم بوريه، طماطم بوريه اهي اللي هو معجون الطماطم. بعد كده عندي طماطم فريش، يبقى هنشوف مقاديرنا دلوقتي المحاشي كلها. وعلى الشاشه قدام حضراتكم هو ورق العنب واخد ايه؟ رز، طماطم، مرق، بقدونس، كزبره، شبت، فلفل حار، عندي بصل وتوم وطماطم تاني ماشي، وعندي بهارات، زعتر، حبهان، نعناع، جوز الطيب، كمون، قرفه، زيت، ذره كريستال، ملح وفلفل. ما شاء الله ما شاء الله. ورق عنب، صلصه طماطم وطماطم. والنبي انت راجل مية مية. بص انا مش هكلمك عشان ظروفك. طيب كده هنا عندي زيت، ذرة كريستال. الخلطة دي بعمل بيها ايه؟ كل المحاشي اللي عندي.
ادي الطماطم بتاعتي كده، كله ني في ني، كله ايه؟ ني في ني. هعمل ايه يا سيدي بعد كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده الرز بتاعي، شفتوا عملنا ايه؟ لا اوعى تحط رز بسمتي، لان الرز بسمتي ما بيمسكش في بعضه، يعني في حاجات ما ينفعش فيها خالص رز بسمتي، والكبسة ما ينفعش فيها رز مصري. كل حاجة وليها حاجة يا جماعة، كل حاجة وليها حاجة. طبعا المخرج ناصح بيشتغلني دلوقتي، قال لي طب ايه رايك لو حطينا رز بسمتي؟ مفكرني بقى ايه؟ هقول له اه لايز ده كويس، لكن ده انا صحي له، ده انا قايم من النوم بدري عشان اجي له. هتروح مني فين يا هتروح فين يا شمس من قفا الفلاح؟ المهم الزيت بتاعي اغرقه كده بس ايه، يديني طعم جميل، وتبقى الرزايه مفلفله معايا. معايا يا استاذنا؟ حد صحي المخرج يا جماعه اللي هينام ده. انا اللي نايم، انا اللي فاقحه. انا اشتغلت طباخ قبل كده، اللي انت مش عارفه انا اشتغلت طباخ قبل كده. كده هنا، والخضره بتاعتي لازم تبقى ظاهره كده. اهو. عندي شوربه على النار بتغلي. شوربه على النار بتغلي، هعمل ايه بقى اول حاجه يا عمي؟ يا سي محمد. انت معايا؟ طب يا حبيبي، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ لا، ورق عنب في الشوربه؟ مش عايز تخربها. ورق العنب اللي ضل على شباكنا يا باشا. طيب يا سيد حبيبي وعمي محمد الحلواني، وهو طبعا زي ما انتم عارفين هو لا حلواني ولا حاجه. كده عندي، اذكر الله وصلي على حضره النبي. اول حاجه هنا شويه زيت اهم، ادي شويه رز، كده من الرز اللي انا عملته ده اهو، وروح جايب شويه الشوربه الحلوين دول. بص على الشوربه كده وغذي نظرك يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لسه لسه، انت معايا لسه، هتروح مني فين؟ اهم كده، اديها كمان شويه من دول، وكمان شويه من دول، واغطي يا باشا. دي يا جميل علشان محشي الكوسه، قصدي الطماطم. محشي الطماطم بياخد الرز بتاعي مستوي، صح يا باشا؟ طيب حبيبي يا جميل، انت بدأت تبقى طباخ اهو. عايز اعمل صح، انت مينفعش. نيجي بقى هنا نعمل حاجه اسمها البوكي جرنيه او الارضيه. عندي كرفس، عندي بصل، يا ابني انت اللي عايز الرز كده. كل البصل ده بقطعه، ايه تاني؟ ادي الطماطم، هات لي يا ابني شويه جزر بقى وشويه حبشتكان من ده عشان نعمل الأرضية بتاعتنا للمحاشي. طيب أول حاجة هنقول نجيب دي كده، أدي شوية كرفس،
ادي شويه بصل، شويه طماطم. جميل، بصل وطماطم. ادي مكعبين مرق كده اهو، وادي كمان جزرايه، وابدا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. اقول بسم الله الرحمن الرحيم. هات يا ابني، خش. ونبدا نحشي مع حضراتكم دلوقتي، بس نبعت دول كده للجيران اللي جنبينا، اللي فوقنا ورق عنب، شويه ورق عنب كده لغايه ما نرجع لكم تاني. اه طيب كده، اخد شويه رز تاني ازود بيها الحركه اللي عندي دي، عشان انا عندي محشي كتير كده. اديها شويه طماطم بوري تاني عشان خاطر تدعمها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده شويه صلصه للشوربه هنا. طيب قوم بقى ايه، شويه زيت كمان. يلا بقى نشتغل، ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم عشان نحشي. اول غرب محطه واضرب ايهاد. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وادي الرز بتاعي بدا ينمل، او اروح موطي النار عليه عشان ما ايه. طيب اخد بقى ايه حله تاني اهي، برضو احط فيها البوكيه جرني بتاعي اللي احنا حطيناه قبل كده اهو، الدزر كده، وادي طماطم. الحاجه الوحيده اللي بعمل لها حساب، بعمل لها حساب قوي 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 قوي، يعني حله ورق العنب. هعمل ايه؟ هرص كده، لان هقلبها ولازم يبقى شكلها عاطفي وسياحي كده. البصلايه اهي بنظام برضو، كده اهي، شويه كرفس برضو عشان يدوني طعم جميل، شويه زعتر. ادي مكعبين مرق، فصين توم. طيب معلش عديها، فص مرق قصدي اقول لك، مهم جدا فص التوم ده. وادي ليمونايه، اهي كده. ادي شويه زيت كريستال ده عشان ورق العنب، بنظم نفسي كده عشان ايه المخرج يرضى عليا. ادي الحله الرابعه، احنا عندنا محاشي كتيره كده. المقاس طيب ده اهو، لا انا عايز اعمل كل حاجه لوحديها برضو اهي. ادي البوكيه جرني، في حاجه اللي هتتقلب بعمل لها حساب، والحاجه اللي مش هتتقلب كده بحط فيها عشوائي اهو. طيب برضو ادي مكعب المرق، يبقى كده انا عندي اربع حلل. نبدا بقى نشتغل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نخش على الفلفل
اهو. كل المحشي اللي انا بحشيه بوقفه عشان خاطر لما اجي اديله الشوربه. وخلي بالك من الشوربه، احنا ممكن نعمل كل المحاشي دي على ربع كوبايه شوربه، تكمل سواها على البخار. ربع كوبايه شوربه تكمل سواها على البخار. صلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتتغدى محشي يا محمد؟ قصدي يا سي محمد؟ انت بتطنشني؟ يا لهوي اسود عليا يا جدع، نقرص الكوليسترول عندك كتير، ما تاكلش لحمه كتير، خليك قرديحي شويه، خليك نباتي يا اخي، مفيش فايده، لازم يلغ على رايك. شوف شوف درسك الدنيا معانا. الله يبارك لك يا بنتي. هو ده بيحس بحد؟ بعد عنك. والله اصل مش موسمه، خلي بالك ده انا بموت في محشي الكرنب، مش موسمه. لا هو بص يا حبيب قلبي، بيبقى هو اكتره في الشتاء طبعا. دلوقتي فيه الكرنب اللي هو الافرنجي، برضه بيبقى فيه، بس بتجيبه مش هديك نفس الطعم والجمال بتاع الكرنب. كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا كده لوقتها، عشان نحس بالفصول، عشان نحس بالفصول. صلي على الحبيب. طيب كده هنا انا اول حاجه اخش بالمحشي اهو. كده هعمل ايه بقى يا سيدي؟ اغسل ايدي. نقوم بقى عاملين كده اهو، صح كده يا سي محمد؟ الله يسامحك، الله يسامحك. بص انا ما بزعلش منك لما بتغلط فيا، انت برضه مهما كان زي ابني، وبعدين في نفس الوقت احنا متربيين سوا، بس تربيه على مؤسهم. سمعت اخر نكته؟ الله 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 الله. طيب كده هنا اشتغل بقى، نشغل كل النيران. يبقى كده ادي المستند الاولاني، وادي الشوربه بتاعتي. مش عايز اكتر في الشوربه عشان خاطر ما يبقاش ايه الدنيا عندي معجنه. دي مش بتاعت دي؟ مش مشكله اهي. انت وقفت على دي يا عمي؟ حاضر يا فندم، حاضر. انا اسف يا فندم، انا اسف. حاضر يا فندم، انا اسف. مش هقول غير حزب الله ونعم الوكيل. نخلي دي هنا اهو. كده. نكمل بقى في الحلقة اللي بعديها. ادي الكاوسة.
يبقى احنا عرفنا ان الحشو واحد بس. فاكر؟ الله لا وتروح واخده ذكر البط تحت رجليها وقاعده ودي ودي. والله كانت الايام دامت يا راجل، كانت ياريت دامت الايام دي، كانت ايام حلوه. كانوا يزغطوا ذكر البط ويزغطوا الحمام. لا كانت ايام حلوه كده وتحس بخير. هو الصعب اللي عندي ورق العنب، وانا مشغل فيه ثلاثة سيدات من عندنا هنا معدين قاعدين جوه على الطبلية جوه بيشتغلوا مع إدارة الأستاذ محمد الحلواني، بيلفوا في ورق العنب. بقولوا بيلفوا ازاي؟ قالك هو بيلفوا دوره وهم لفوا حوالين منه، بيلفوا حوالين منه. ماشي، افضل اتريق عليه كده طول ما انت شغال، بعد كده والله ما احنا نافعين. كده يلا بقى نعمل زي ما عملنا. عملنا ايه مش عارف، نخلي كله ده كده عشان لما يجي يعمل بريبريشن ويشتغل مع بعض ما ينطرش الرز بتاعه اللي جواه اللي احنا حشيناه. يعني خليها ميله، ميلي زي ما انت عايزه، بس ايه على الواقف كده اهو، كده اهو. برضه هنغطي اهو، نغسل ايدينا برضو تاني عشان نكمل. طيب ادي الشوربه بتاعتي اهو. ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، ولا نغير المحطه ولا نروح في اي حته. كده محشي الورق العنب اهو يا جماعه، الفرسه الحشو اللي احنا عملناه تحت او الرصينه تحت الارضيه بنظام عشان خاطر لما نيجي نقلبه يبقى مستور معايا. ما انا هلف بس احشي ده واحطه على النار واكمل اللف. احنا عندنا انت ما بتسيبنيش بتقول لي خلص خلص والحلقه هتخلص وهتقفل على صباعي. طب وليه؟ ما احنا نعمل ده كده الاول ونحط على النار ونرجع نلفه مع بعض تاني ورق عنب. هو قدام مني اهو، انت رايح مني فين؟ وانا هضحك عليك يا عم الحاج. لا ما انا عارف، انا من الصبح قاعد على القهوه. ماشي، حسب الله ونعم الوكيل. ده انا من الصبح يا راجل شغال. انا جاي من اول امبارح عمال الف فرق العنب. طبعا ما ينفعش ان انا اقعد الف فيه على الهوا، لان كده كده هديني اجازه بدون مرتب عشان اعمل حل دقيقة ورق عنب، زي واحد صاحبنا كده. بس لازم كل حاجه تطلع مستويه، فلازم اقول كده اهو، وبعد كده الف قدام حضراتكم الورق العنب اللي ضلل على شباكنا. بعمله كده يا جماعه عشان يكبس مع بعضه لما اجي اقلبه يقوم يقع من قصدي يشتغل معايا. قال ايه؟ شباكنا ستاره حرير. بالاماره احنا ما عندناش شبابيك.
نقوم بقى هنا عاملين ايه؟ جايين هنا جايبين بصلايه كده، صلى على النبي، صلى على الحبيب، ايوه كده. الليمون توم فريش، بكسر بس فص التوم عشان يديني ايه الطعم الجامد. خش على النار، الله الله الله. وادي الغطا، فين الغطا فين الغطا فين؟ طيب شويه رز يا ابني عشان نلف شويه ورق عنب يا ابني. كده محشي البتنجان، وادي الحله اهي كده. صدق انت ما عندكش ضمير اللي بتحشي؟ حسب الله ونعم الوكيل فيك يا نصاب. هات المحقات بتاع هات يا اخي. النصب بقى عالمي، مفيش حد بقى سهل. مكسل يجيب حبه رز بيعوم لي، وده جازات اللي قلت له حشيلي شويه بتنجان، بيحط الرز في جيبه وهو ماشي. يا مفتري هنحشي ورق عنب. حاضر يا عم حاضر، هشيلك ورق عنب. حاضر حاضر والله، ما تخافش ما تخافش. حاضر ادي البتنجان. برضو نحطه كده. الرز بتاع الطماطم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. نخش بقى كده اهو، طيب ده كده نحطه على الويتنج هنا عشان هتصفر لي وهتعمل لي حدوته. مجرد ما بيخش عليها حاجه تقيله بتلطم البتنجان. مال البابور الجاز بتاع زمان اللي كان زي الفل، شغل الافران كده ما بحبوش ابدا. نعم يا فندم. اه طيب وانت كل دوت ما حشتلكش؟ يا ساتر يا رب. اه حاضر يا معلم. كده هنا ادي شويه الشوربه، لسه عندي الكوسه. بس اغطي برضو كده اهو، يبقى عندي لسه. فين يا ابني البتنجان؟ هنحشي بقى الطماطم اللي هتعمل لي ايه مشكله. حبيبي يا سيدنا محمد كده اهو، الرز بتاعي تلات ارباع سوا، تلات ارباع سوا. ب
بيقول لي لازم تلف لي ورق عنب. حاضر يا عمي، والله انا ما بنصب عليك. حاضر حاضر، هات لي الرز من تحت يا استاذ وهات لي حاجتك. يلا كده هنا عشان بس المخرج ما زعلش مني. ورق العنب فيه ناحيتين، ناحيه بتلمع وناحيه مطفيه كده. اهي كده بنخلي الناحيه الناعمه في الارض او على الترابيزه او على الطبليه، والخشنه في وشي اهي. نعم، قلت لي ليه ريحتني؟ عشان لما اجي الف ورا العنب لو انا لفيت على الخشن كده مش هيلزق معايا ومش هيقفل. لو انا لفيتها على الخشن مش هيقفل، لكن لما الفها على الناعم بتفرق. يا عمي هوريك ازاي. برضه هنجيب واحده كده معموله عكس دي العكس اهي. خلي بالك معايا، ادي حبه رز، ادي حبه رز، حبه رز، حبه رز، حبه رز، حبه رز. تمام كده يا باشا، دي اللي هي معموله عكسي. اما اجي اعمل كده اهو عملت ازاي. تاني يا عم محمد اهي، دي معموله عكس. اجي الف كده اهو واروح لافف كده اهو، شفت فردت ازاي ولا شعوذه. تعالى بقى نشوف التانيه، دي اللي احنا عملناها عكس اهي. اروح عامل كده اهو، كده اهو، كده ولافف. عملت ازاي؟ واحده تاني كده كده اهي اهي. يبقى عم محمد النهارده برافو عليه ان هو ناقشني في الموضوع، الورقه اللي على وشها واللي على ظهرها. طب هنعمل واحده تاني باين على المعلم. يبقى خدي ادي الوش الناعم قدام مني اهو اهو، واجيب حبه الرز كده والف كده اهي. بصوا مفشلكه ومش هتلف اهي. تمام، يبقى عايز الناعم من قدام والخشن من ورا. يبقى نكمل اهو، سهل قوي. تروح برمها كده تجري معاك كده اهي، تجري معاك. يبقى دولت عرفنا ازاي نلف الخشن والناعم. نرجع دي تاني كده نلفها على الناعم اهي. يبقى الخشن في وشي والناعم على الطبليه او على الترابيزه اهي. تمام يا عم محمد، يلا بقى نستاذنكم ناخد فاصل ونرجع لكم تاني. اوضه غير المحطه واضرب في اي حته. كده محشي الطماطم بتاعي بفرخها كده اهو. بص يا باشا بقفلها تاني، بص تاني باين على المعلم. دي كبيره كده اهو، اذبح واروح جاي فاتح كده، وادي معلقه واروح مقول جلها اهي كده. نعم فندم. ايوه لازم الغطا بتاعها، لازم لازم الكفر بتاعها ده يكون موجود. عشان كده دايما بسولها الرز بتاعها ثلاث ارباع سوا. كل اللي عليه ان انا عايز بس الطماطميه تسخن جوه بره وتلحق تسخن الرز اللي جوه اهي. بس عايزه فرن يكون عالي، فرن يكون عالي. صلى على الحبيب. ده انا ما اديتلوش شوربه غير لما يعرق الاول اهو عشان يوصل الانسيرت كده اهو. بس كده فل قوي اهو، كله شغال. اللهم صل على النبي اهو
اهو كله شغال زي الفل. الطماطم اللي بتنزل دي باخدها بعصرها بطبخ بيها مش برميها، لان دي قلب الطماطميه. نعم يا باشا. دي يعني دي مش موجوده في كل بيت؟ لو مش معايا دي هتعمل بيها ايه؟ حاضر يا سيدي. افحر ورايا انت كده، افضل افحر ورايا عشان ايه؟ توري الناس ان انا ايه؟ امال انا شغال ايه؟ دي معلقه شاي اهي، ان كنت قاري انا شاري. ادي معلقه الشاي يا جماعه اهي كده اهي اهي، بتديني نفس الغرض اهو كده اهو اهي نفس الغرض تاني. حاضر كده اهو، مش هخليك تاخد فرصه تتلكك معايا على حاجه عشان خاطر انا عارف انت عايز توصل لايه. عمال تتدرب بقالك 3 سنين عشان تبقى طباخ وتخش تشيل الليلة كده اهو، ومعلقة شاي وافرغ الطماطمية، واخر واحدة برضه اهي. حاضر ماشي يا سي محمد. يلا بقى نحشي كده، جايين هنا اهو، ونقول كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا احشي بقلب جامد، لان كده كده الرز مستوي ما قلقش، مش هتعجن مني او مش هتقول مش هتستوي، لا هي كده كده مستويه اهي، بس بنضفها كده. لازم الرز بتاعي 3/4 سوا اهو، حتى لو سويتيه سوا كامل مش هتفرق عندنا. حبيبي يا سيدنا محمد، دي طبعا مش هنسقيها لان هي مستويه، زائد ان كل ما بتستوي كل ما الجوز بتاع الطماطم بيسقي الرز اللي جوه. لو انا عامله 3/4 سوا هيكمل سواه، هيكمل سواه. بيقول لي هتديها شوربه؟ قلت له لا، هي خلاص واخده كل حاجه مبسوطه. انزل حاجه بقى في الفينش يا جماعه، هنشوف هنعمل ايه دلوقتي في الفينش، هنشوف هنعمل ايه مع حضراتكم بعد ما خلصت كده.
نضمه كله على بعضه. عشان الزر بتاعها ما تقطع ايه ما تقمعش. طيب نعمل ايه بقى يا سيدي؟ شوية سكر سنة ملح وادي وادي الفرن. اهو نرجع للبتنجان بتاعي. بص هنا كده، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ابدا اهدي النار بتاعتي بقى شويه كده كده، صلاه النبي احسن. يا عم الجمال ده، اهدي النار، ما هديش النار ليه بقى؟ عايز يرجع كده. يلا اعمل بقى ايه؟ نشوف حله المحشي اللي هو البتنجان. يلا يا عمي، يلا يا باشا. اهو نعم فندم. ها يلا كده، كده اهو، ادي شوية الطماطم بتاعت الحلوين دول. بس انتم اذكر الله وصلى على النبي. ايه يا عم العمل ده؟ مش من عندي. طيب تعمل لي عملنا كده. تبقى حلو قوي الحله لما تبقى متحكم عندي. ادي شويه الجوز دول. يا انت عايز بقى كده يعني تعمل فينا ايه اكتر من كده؟ ليا ولا ليك؟ كله شغال. طيب يلا بقى ايه؟ نعم؟ طيب هنستأذنكم وناخد فاصل ونرجع لكم تاني، ولا نغير المحطة ولا نروح في أي حتة. رجعنا حضراتكم بقى نمشي بالترتيب. أول حاجة حطيناها الفلفل. بص تعالى. أول حاجة حطيناها إيه؟ الفلفل. نبدأ نشتغل مع حضراتكم. أهم حاجة إن احنا نصلي على الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. كده. يا نهار زي الدم. Thank you.
يا زايد في الجمال وزايد في الحلاوة. قال له ايه غالي؟ وبيزيد غلاوة. هانت 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 كلها ان شاء الله شهور وهبقى طباخ. بيقول لي انت بقالك سنتين بتقول كده، عايز اخلص مني بدري. ايه ده؟ ايه الراجل انت ده؟ انا هسيب من كل واحده محشيايه عشان ايه؟ لو المخرج اداني فاصل الهطها. ادي اول طبق اللي بعد منه. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل بس المحشيه دي على جنب، نشيل الحله دي كده ونبدا نخش على اللي بعده. الله، اي محشي يا جماعه بياخد تلت ساعه على النار، ونهدي شويه اول ربع ساعه يغلي ونروح مهدين النار عليه، نهدي النار عليه. حبيبي يا سيدنا محمد، كده هنكسر الدنيا وهنبهدل الدنيا والضحك علينا. بعدين بقى مش مشكلة هناكلها، دي جات مصلحة. يبقى يلا نرجع دي ورا. طيب كده تمام. وايه ده؟ خليه كده.
بسم الله الرحمن الرحيم. فين يا عم؟ هوب. صلى على النبي واشكر الله. شوف بقى الطماطم بتاعتي. الله 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 الحمد لله رب العالمين. دي بقى عايزه تتغرب بمزاج. شفت بقى تستوت ازاي الطماطمايه يا باشا؟ نعم. بص بقى يا باشا، ده قدام منه 7 دقايق، احنا مؤاخذة عندنا وقتنا مزنوق والمخرج ورانا حتايه بره، هنستأذنكم ونقول لكم معلش سامحوني، ده زي ده، لكن هسيبه اهو يا باشا اهو، وانا عامله من ورا منك، عايز 5 دقايق بس. بس مش هغرفه وهو ني ابدا. ليه يعني اغرفه وانا ني؟ لا مش هغرفه. بشكركم على حسن متابعتكم، نشوفكم ان شاء الله يوم السبت على خير. السلام عليكم ورحمة الله.